زي ما شفنا مع حضراتكم ده ملخص فوز الاهلي على البلديه برباعيه واستحواذ كامل وسيطره كامله لناشئ النادي الاهلي. نروح نشوف الاهداف مع بعض ونحلل هدف هدف. ده الهدف الاول وارتقاء عالي من محمد عبد الفتاح تاحه، يعني فوق ايد حارس المرمى كمان، رغم ان هو قصير 170 لكن ما شاء الله مميز في ضربات الراس زي ما احنا شايفين، بيرتقي برجليه الاثنين وبيطلع بزق الارض بقوه ويسجل هدف من الاهداف الحلوه. ده الهدف الثاني للنادي الاهلي ولمحمد عبد الفتاح تاحه. هنا يعني متابعه جيده وتوقع طبعا خطا من حارس المرمى، لكن قرايته جيده للعبه، متابع وحط برجله الشمال. مهم جدا لما اللاعب او المهاجم خاصه يتوقع دايما خطا المدافع او حارس المرمى. الهدف الثالث ده هدف الاسبوع، لاعب محمد عاطف مهاره عاليه جدا، وهنا زي الكره الشراب حاجه بسن الجزمه راحت في الثمانية، صعبة جدا جدا على حارس المرمى، لكن فيها مهارة عالية جدا من اللاعب محمد عاطف. سيطرة، استحواذ، مراوغة، سن الجزمة وتوجيه في زاوية صعبة جدا، فده هدف الأسبوع معانا في الأشبال للاعب محمد عاطف لاعب فريق 2007. الهدف الثالث والهاتريك بقى، ده الرابع للنادي الأهلي والثالث لمحمد تاحة من تسديده قويه خارج ال 18، بنبارك لفريق 2007 ومزيد من التألق خلال الفتره القادمه.